اسمحوا لي، كنت طلبت منها منذ قليل انها تتواجد على المنصه هون، لكن في هذه المره ادوار الجلوس على المنصه الرئيسيه. تتفضل الاستاذه شيماء السفا. استاذ كمال، ممكن بس اقول حاجه صغيره كده صغيره حتى، معلش من غير مايك، حتى لا من غير مايك، معلش انا نسيت اقول ان المستشار صلاح الدين شرف الدين دي مقوله جميله جدا، انا المخلوق من دين، فدي من اعظم المقالات الجميلة. عايز اقول حاجه ثانيه، ان في شخصيه موجوده في وسطينا هنا من اجمل الشخصيات اللي شفتها في النطاقات الثقافيه، دكتوره صفاء. هيئة خريج الجامعات فوجئت بيها، شافت شوية أطفال من 7 ل 12 سنة، فوجئت بيها، عملت لهم دفع معنوي جميل جدا جدا جدا، وطلعت وهي جاية بحب وبود كرمت الأولاد دول. هي في كل الندوة بتعمل على طول في كل المنتقلات، بصراحة ربنا بتصرف من جيبها حبا في الإبداع. فعشان كده انا باسمكم جميعا بشكر الدكتوره صفاء. كتبت النهارده بعض الكلمات، كان تاثير هذه الكلمات اللي انا نقلتها للاستاذه كمان، فبعد وقت يعتبر اقل من نص ساعه تقريبا لقيتها انبسطت قوي من الكلمات، لقيتها انها بعتني الكلمات باداء ان شاء الله هنسمعه منها. اتفضل يا استاذ. هو استاذ كمال طبعا في سابق تعامل ما بيني وما بينه، قصيده بعد الخمسين من اروع القصايد اللي انا بصراحه قابلتها واللي انا قلتها. انا لبعض الناس اللي هم اول مره يتعرفوا عليا من خلال ندوه ثقافيه معاكم، انا بعمل تعليق صوتي. فقلت له قصيده بلد الخمسين عجبتني جدا، فلقيته بعت لي النهارده قصيده كانت تقريبا الساعه 7 الصبح، 7 ونص كنت خلصانها. صورتها سجلتها كل حاجه، خلصت في اقل من نص ساعه، وكمان قدمتها للاستاذ كمال قد ايه القصيده عجبتني جدا جدا، هي صغيره ولكن لما سبت كده جوايا حاجات مش عارفه هل هيوصل لكم نفس الاحساس ولا لا، فانا هقولها لكم وتخيلوا انتوا بقى معرفتكم. بتساليني عن اللي غير اسلوبي بعد ما كان الطيبه دي طبعا؟ انا اسفه. بتساليني؟ اصل انا سجلتها بتسالني. بتسألني عن اللي غير اسلوبي بعد ما كان الطيبة دي طبعي؟ بقيت بتشوف اسلوب مني مش راضي انت كمان عني، وكأنك انت الملاك البريء. ما بلاش نضحك على نفسنا، ده أثر الطعنة لسه في ضهرك، وإيديك ثابت بصمات واضحة، وكمان في شهور شاهدين عليك. بتدافع وكأنك صاحب حق، مع ان اكيد انك واثق انك كذاب. حقيقي انت مصدق نفسك؟ لا بجد انت مصدق نفسك ولا بتضحك على روحك؟ روح الله ما يسامحك، ده قلبي فعلا من جواك بيدي عليك. ظلمت في يوم انسان حبك بعد كل ابوابه عشان يرضيك، وجاي تشتكي وجاي عشان تسالني ايه اللي غيرني، وعايزني اجاوبك اسلوبي، ده انت تستاهل وهو اقل حاجه اعملها معاك. تسمعوا بعد ال 50؟ احنا داخلين على ال 60 دلوقتي. انت احساسك ايه بقى وانت بتسمع كلامك كده طالع من زمان؟ انا لما بعتها يمكن ما كنتش، انا عايزك توصف احساسك وانت بتسمع. هو ده اللي انا قصدي، ان انا لما بكتبها انا اللي كاتبها، لكن ما كنتش متخيل ان انا بعد
لحظات كده اهوت هتوصلني بنفس الاداء ده. انا قلت مش انا اللي كاتب الكلام دوت وانا بسمع بقى يعني ابداع من الاستاذ ده. لا فعلا انا اشتغلت مع استاذ كمال اكتر من حاجه. صوت البحر بعد الخمسين القصيده الاخيره بتساليني بجد يعني كلماته بصراحه عجبتني جدا. كمان عجبتني جدا القصيده اللي كان الاستاذ بيسالها دلوقتي بتاعت التالته تالته عجبتني قوي وقد منهم. هسمعكم بعد الخمسين يا رب برضه تنال اعجابكم. مفيش بعد الستين لا يعني خمسين دي زمن لسه ما يوصل لسه ما يوصل اقول عدونا كأننا صغيرين يعني مش عايزين نتكلم حاجه بسيطه خد التكت خمسين سنة وانا متزوج كانوا بيقولوا عني قولة ما كانتش ليا بالاضطرار مع كل صحابي قوي. كنت دايما ببقى في حاجة قالوا مسكت القلم من صغري وكتبت في الورق أشعاري كانت بتعبر عن شعوري. وقبل سن الخمسين بعد رجعت تاني أكتب كلام بس كان مختلف مش كلام حب وفراغ كلام محتاج اتزان. كان كلام في حب الوطن والحنين والشجن. بدأ صوتي واسمي يعلى وعرفت اني اخرج مشاعري واللي كان مكتوب في صدري. ايوه صرخت وقلت لا وقلت والكلام كان بيجيب كلامي وكنت بحس انه ما بيتبقى واني ممكن اكتب بدل الكلمه ألف واني ممكن برضه اوصل وابتدي اني الف واتنقى من مكاني من مكاني وانا برضه اتعرف. والنهارده لما اجي من حقي اعترف ان مهما عليت وكنت في ناس ليهم عليا فضل واتمديت ليهم وبعد ربنا اتحني واقول لهم الف شكر. ويا رب يكون قدرت اوصل له احساسه وهو بيقول كلماته. متشكره جدا ليك. اكيد احساسه هي الاستاذ كمال. لما قريت الديوان عنده اكتشفت سر من الاسرار ان هو بيفكر بالنوبي وبيكتب بالعربي. وانا بحب الشعر يكتب بالرومانسي لا 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 هو بيكتب بيفكر بالنوبي وبيكتب بالعربي. الشعر عندما يترجم بتبقى فيه حاجتين في غايه الاهميه بيبقى تبقى الافكار والاحاسيس لكن الموسيقى والقافيه طبيعي. الموسيقى المشهوره موسيقى البحور المشهوره عندنا البحر الوافر وبحر كذا وبحر كذا الموسيقى دي بتنتهي مع الترجمه وهو طبعا يعني لم يشغل باله بها اطلاقا. وكذلك بتضيع القافيه هو يلتزم بالقافية لكن بيفضل أهم حاجتين في الشعر بتفضل الإحساس بتفضل الفكرة وبيفضل الخيال. الخيال لأنه الشاعرية فكرة وإحساس وخيال وموسيقى الأربعة دول إذا كانوا موجودين في قصة القصة تحلو إذا كان موجودين في رواية الرواية تحلو إذا لم يكن موجود الأربعة دي في قصيدة شعرية وما شعر إزاي يعني الناس اختلفت على الشعر لكنها لم تختلف على الشاعرية مطلقا. الشاعرية الفكر والإحساس والخيال والموسيقى وهي ألزم أن تكون في الشعر. والموسيقى ليست الوزن والقافية أحيانا الموسيقى تكون النبر أحيانا الموسيقى تكون اتصال الكلمات. عشان كده كلام كمال كرباش أثر فيها وبتقوله رغم إنه مش منظور ومش مخفف فكلامنا لفظ مفيد كاستخن اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده وكلمة والقول عام وكلمة البهاد ده مش شعر ده نظر لقواعد النحو ليس شعرا ده وزن وقافية. أين الإحساس وأين الخيال مش مخفف.
الجميله دي، وبشكر استاذ كمال على الدعوه الجميله دي. انا اتمنى شروقي، هو عارف ان انا عليكي ضغط تصوير، وطبعا مشكور جدا.